أنا معاي حوريكم اليوم. هي حسوي زيتين، زيت لشعري وزيت لجسمي. طيب إيش الفوائد إن أنا أحط زيت لجسمي؟ أول حاجة بنات يخفف التصبغات، الحبوب، يرطب جسمك، الوساخة كلها تطلع من جسمك، فهمتوا؟ مرة يا بنات حلو. انتو اللي اول مره حيسوي زيت للجسم حيلاحظوا هذا الشيء. مو لازم الزيوت اللي انا قاعده اقول لكم اياها كلها، ممكن تكون عندك. حتى لو تكتفي بنات بزيتين ثلاثه زيوت اللي عندك، تمام؟ اللي عنده حساسيه من الليمون لا تحط، فهمتوا؟ يعني ضروري بناتكم انكم تسووها وتجربوها، تمام؟ لو ما عندك هذه الزيوت وما عندك كامل هذه الزيوت، ممكن تحط زيت زيتون، زيت السمسم اللي عندك. اهم حاجة انك تغرق جسمك زيوت، وانتو شايفين دايما دايما اقول لكم جسمي غرقان، جسمي ما ادري ايش. دايما بنات انا احط زيت الزيوت في جسمي قبل من كلها نفس الكمية، كل الزيوت نفس الكمية. تقدر تسوي كمية يعني كمية كمية ومن دون الليمون. طيب كل حاجة عن الزيوت بسرعة، كيف طريقة استخدامها؟ زيت اللون هذا استخدمه بشكل مو طبيعي في المفندي. انا حابة تكون عنايتي جدا بسيطة الاشياء اللي عندك، تمام؟ انا شعري له دهني وله جاف عادي، مرة حلو عليه. دقيقة جميلة، مرة حلو عليه اللي هو يعني ينفعله اللي هو زيت جوز الهند، زيت الأرجان، زيت السمسم، تمام؟ ممكن تحط زيت الزيتون بس بكمية اقل، يعني ما ينفع انك تحط زيت الزيتون لوحده، فهمتوني؟ لا، لازم تدخلي معاه كذا زيت عشان يصير شعرك احلى ويتغذى اكثر، فهمتوا؟ تقدروا تحطوا فيتامين اي، ممكن تحطوا اللي هو اكليل الجبل، زيت اكليل الجبل، ممكن تحطوا زيت بذور القمح، يعني اللي عندك. وكل واحدة تعرف شعرها ايش يناسبها، بس هذه الزيوت انا تناسبني انا. وفانت تناسبك ولا لا؟ جوز الهند. شوفوا انا استخدم هذه الثلاثه مشروطه ورا شعري يصير يجنن يجنن بنت كانه مستشور.